بقصدك ولا مو بقصدك؟ انتي سهلتي علي الموضوع كتير يا ديشا. هلأ رح أقدر طلع أمك من غرفتها بكل سهولة. كتير حلو هالحكي. لا ماما، بس انقطع الاتصال وقت كنتي عم تحكي مع ديشا اليوم الصبح. ايه أكيد بتكون حطت موبايلها على الشحن وبعدت عنه لهيك ما سمعت اتصالك. طيب رح خبر الكل إنك جاي اليوم بعد ساعة ماشي. أنا بغرفتك ومعي السجل تبعك كمان، رح أعطيه لغفران ولا يهمك. رح شيك على كل شي بالأول. يلا باي. هون غرفة أمي مثل ما أنك شايفة، فشو جابك؟ بتعرفي آشا؟ ما في حمام بغرفتي، ما عم تنزل المي أبداً. في حدا قاطع لي إياها. فقلت أكيد الحمام هون نفس الشي، بس يبدو إنه المي جاية هون. كيف صار هيك؟ كيف قطعتها؟ لحظة، أنتِ كمان إلك دخل بالقصة. صح؟ بس كيف عملتوا هيك؟ هلأ أحكي لي، لما بتنجح الخطط الخبيثة تبعكن أكيد بتروحوا وبتحتفلوا بانتصاراتكن. عن جد قولي لي، حابة أعرف. خلص المهم، هاتي أعطيني موبايلك. يلا هاتي، بدي حاكيها لأمك وخبرها قديش بناتها موهوبات وهالموهبة ما عم تطلع إلا علي. خليني إلا شو عملتوا فيني وبغرفتي اليوم. هاتي. شو بك؟ لا تكوني خفتي. أنا كنت مفكرة إنه بس تشافي خويفة هالقد طلعتي أجمل منا. بس بتعرفي شو؟ وقت بتخافي هيك بتطلعي أحلى بكتير. خالة أنت منيحة؟ قولي لي صار لك شي؟ انت وقت تعصبي بيصير شكلك بخوف مثل وحوش افلام الرعب، واي حدا بيشوفك بهالمنظر اكيد رح يخاف منك مثل ما خفت. خفت كثير. ماما 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 تعي ساعديني ماما. تعال على غرفة أبرجيتا، ناطرتك. صراحة كنت مشتاق لهي الغرفة، لهيك قلت لازم نام فيها فترة، لأنه هي الغرفة كانت إلي من لما كنت صغير، فقلت لازم ورجيها لمهيني، لهيك إجينا لهون. صح أنتي مهيني، ليش ما قفلتي الباب؟ بلا أنا قفلته. عن جد قفلتي؟ طيب هلأ فهمت، انكسر القفل يمكن. يمكن انتزع، حطيه على اللائحة لنصلحه. حاضر. ايه بدنا نصلحه لأنه ما في خصوصية بهذا البيت بالمرة، بيفوتوا بلا ما يدقوا الباب حتى. ليكي فتي بدون إذن بيصير؟ لازم تدقي الباب قبل ما تفوتي. ما كل مرة بقول لحالي هذا أسوأ شي عنده، بس بطلع غلطانة وظني مو بمحله. مثل عادتك عملت تصرف بشكل هالقد بس كرمال تضايقني.
شو يعني شي بشع انه الواحد يحب مرته مثلا؟ لا بس البشع انكم قاعدين بغرفتي. عن جد؟ صح اني غبت عن هذا البيت 15 سنة، بس لازم تفهمي انه هذا ما بيعني ابدا انه هذا البيت وهي الغرفة وهذا التخت صاروا لإلك انتي. هاد التخت وهي الغرفة من يوم يومن لإلي، وطبعا اكيد بيكونوا لمرتي كمان. وهلأ مهيني مرتي. شو بك صفنانة؟ ما عم تفهمي علي؟ أكشاي بده ياكي تطلعي من هالبيت نهائي حبيبتي.